مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا حاليا امام البوست ديال الوقاية المدنية بمنطقة عين دياب. كيتواجدوا كذلك العناصر الامنية مشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها. واحد رجل امن فقد الوعي اثناء تأدية الواجب المهني ديالو، وفي هذا الاثناء العناصر الوقاية المدنية راه كيقدموا ليه الاسعافات الاولية في انتظار وصول سيارة الاسعاف باش يتم نقلو للمستعجلات. الله يدير شي تاويل ديال الخير. وهذه هي ضريبة الواجب المهني، هما في خدمة الوطن وفي خدمة المواطنين وفي خدمة الشعب كامل. نتمنوا ليه الشفاء العاجل. ربما العيا ربما كيعاني من شي مرض، كان في الشارع العام واقف كيأدي الواجب المهني ديالو وفقد الوعي. ففي انتظار وصول سيارة الإسعاف حنا مباشرة من أمام البوست ديال الوقاية المدنية، الزملاء ديالو راهم واقفين معاه، كذلك حتى العناصر ديال السباحين المنقذين والوقاية المدنية راهم بعين المكان كيديروا ليه الاسعافات الاوليه في انتظار وصول سيارة الاسعاف. فالله يدير شي تاويل ديال الخير ونتمنوا ليه الشفاء العاجل. نتمنوا ليه الشفاء العاجل. هو رجل امن كان كيدي الواجب المهني في المنطقه ديال عين دياب وفقد الوعي على مقربه من كي اف سي. الزملاء ديالو هما كيتواجدوا هنا بعين المكان في انتظار وصول سيارة الاسعاف اللي كنتمنوا على انها تعجل من الامر ديالها باش يتم نقلو المستعجلات لتلقي العلاجات الضروريه. الله يدير شي تاويل ديال الخير. 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 يعني الزملاء ديالو كيحاولوا يطمئنوا على الحاله الصحيه ديالو لانه كان كيؤدي الواجب المهني وفقد الوعي هنا بمنطقه عين دياب على مقربه من كي اف سي. السباحين المنقذين وكذلك العناصر ديال الوقايه المدنيه راهم بعين المكان كيقدموا ليه الاسعافات الاوليه. نتمنوا ليه الشفاء العاجل. نتمنوا ليه الشفاء العاجل في انتظار وصول سيارة الاسعاف. حنا مباشره من امام مركز الوقايه المدنيه، يعني هزوه وجابوه لهذا البوست هذا، قدموا ليه الاسعافات الاوليه وكنتسناو غير لومبيلونس باش ديه للسبيطار. نتمنوا ليه الشفاء العاجل يا رب. دعواتكم الاخوان لهذا رجل امن اللي كان كيؤدي الواجب المهني، يعني واقف خدام حتى فقد الوعي. ربما العياء او لا كيعاني من شي مرض، هذا الشيء علاش سقط على مقربه من كي اف سي. هما راه دابا كيتواجدوا معاه داخل المركز ديال الوقايه المدنيه، كنتسناو غير لومبيلونس باش يتم نقلو لاقرب مستشفى من اجل العلاجات الضرورية. يعني ربما كيعاني من ارتفاع ضغط الدم او لا مرض السكري او لا شدة العياء هي اللي خلاته يسقط ويفقد الوعي. يعني احنا ما عارفين شنو وقع عليه بالضبط. هو فقد الوعي على مقربة من كي اف سي بمنطقة عين دياب، ورجال الامن وكذلك العناصر ديال الوقاية المدنية تدخلوا على عجالة من امرهم باش ينقذوا الزميل ديالهم. الله يشافيه، الله يشافيه، الله يشافيه. طلبوا من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لهذا رجل امن اللي كان كيؤدي الواجب المهني ديالو هنا بمنطقة عين دياب، يعني واقف في لاكورنيش حدا كي اف سي، شوية ويفقد الوعي. جاو الزملاء ديالو كذلك العناصر ديال الوقاية المدنية اللي حارسين البحر، جاو كيجريو وهزوه لهذا البوست هذا وكيتسناو لومبيلونس باش ديه المستعجلات. الله يدير شي تاويل ديال الخير بالشفاء العاجل لهذا رجل امن كان كيأدي الواجب المهني وطاح الارض فقد الوعي ديالو. بارطاجيو الاخوان ودعواتكم عفاكم مع هذا رجل امن اللي فقد الوعي ديالو اثناء تأدية الواجب المهني. الله يخرج سربيسهم على خير والله يجازيهم على هذا العمل الجبار اللي كيقوموا به. فغادي نوصل على نهاية هذا البث المباشر في انتظار وصول سيارة الإسعاف. نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله. تبقاو على خير.